طيب تعالوا بقى يا شباب نتكلم على تاني نيرف عندنا يا شباب اللي اسمه ميديان نيرف. والله يا دكتور اول حاجه زي ما احنا متعودين بتكلم على اوريجين كورس برانشات وانجري. طبعا يا جماعه الكورس بتاع سوري اول حاجه الاوريجين. الاوريجين يا جماعه زي ما انت عارف ان الميديان نيرف يا حبيبي زي ما كنت شارح لك طالع بتو روتس، طالع بتو روتس يا دكتور. اللاترال كورد كان بيبعت لاترال روت، والميديال كورد يا دكتور كان بيبعت ميديال روت، عشان يا دكتور الاثنين يتحدوا مع بعض ويعملوا لي ميديان نيرف. يبقى يا دكتور والله لو الرسمة اللي قدام حضرتك دي سي خمسة بريكيال بريكسس روتس، سي ستة، سي سبعة، سي تمانية، وتي واحد، ايه اللي حصل يا دكتور؟ والله يا ابني اللاترال كورد، والله يا دكتور زي ما انا عارف ان اللاترال كورد يا دكتور اللاترال كورد كان طالع من سي خمسة وستة وسبعة. اللاترال كورد يا دكتور كان سي خمسة، سي ستة، سي سبعة. طب يا دكتور سي تمانية وتي واحد اهم، سي تمانية وتي واحد، ايه اللي حصل بقى يا دكتور؟ اللي حصل ان اللاترال كورد عمل لي يا دكتور اللاترال كورد عمل لي لاترال روت، والميديال كورد يا دكتور عمل لي ميديال روت اهم. الاتنين يا دكتور اتحدوا مع بعض كده عشان يكونوا يا دكتور الميديال نيرف اهو. ادي يا دكتور الميديال نيرف. يبقى يا دكتور الميديان نيرف ده اتكون ازاي؟ اتكون من اللاترال كورد بعت لاترال روت اهو، والميديال كورد اهو بعت ميديال روت اهو، والاثنين اتعاملوا عشان يعملوا يا دكتور ميديان نيرف. ادي يا دكتور الميديان نيرف اهو. طيب يا دكتور هو الميديان نيرف ده كده الاوريجين بتاعه خلص. طب يا دكتور هو الميديان نيرف ده كان لاترال ولا ميديال للاكزيلري ارتري؟ تعالى كده نفتكر الرسمه دي مع بعضها، الرسمه اللي انا قلتها لك قبل كده، فاكر يا دكتور لو عايز احط برانشات البريكيال بلكسس على الرسمه دي احطها ازاي؟ والله يا دكتور ادي لاترال كورد وادي يا دكتور ميديال كورد. ايه اللي حصل؟ اللاترال كورد يا دكتور ادى لاترال روت اهو، والميديال كورد يا دكتور راح باعت ميديال روت عدى قدام السيرد بارت اوف الاكزيلري، عشان الاثنين دول يتحنوا مع بعض هم ويكونوا الميديال نيرف. يا دكتور الميديال نيرف ده اهو، يبقى يا دكتور ده الميديال نيرف. يبقى يا دكتور الميديا نيرف دلوقتي موجود ايه؟ موجود لاترال للسيرد بارت بتاع الاكزيلري. طب يا دكتور هو مش ده البريكيال ارتري؟ اه مش البريكيال ارتري كان امتداد، كان كونتينيويشن للسيرد بارت بتاع الاكزيلري. طب يا دكتور يبقى كده الميديا نيرف هو كمان اهو، يبقى دكتور نازل اهو كده، يبقى يا دكتور الميديا نيرف ماله؟ لاترال للسيرد، لاترال للبريكيال ارتري. يبقى يا دكتور لاترال للسيرد بارت في الاكزيلري ولاترال للابر نص بتاع البريكيال ارتري. بعد كده يا دكتور في نص الارم بالظبط عند الليفل اوف انسرشن اوف كراكو براكياليس، عند الحته دي يا دكتور المكان اللي بيمسك فيه الكراكو براكياليس، ايه اللي حصل يا دكتور؟ الميديان نيرف راح عامل كروسنج عدى قدام الارتري فروم لاترال، فروم لاترال تو ميديال. اهو يا دكتور ادي الميديان نيرف عمل ايه يا دكتور؟ الميديان نيرف يا حبيبي عمل كروسنج فروم لاترال تو ميديال، فين؟ عند الليفل اوف انسرشن اوف كراكو براكياليس، المكان اللي بتمسك فيه الكراكو براكياليس بالظبط، راح النيرف معدي قدام البريكيال ارت كده فروم لاترال تو ميديال عشان يخش الكيوبيتال الفصة، وهو ميديال وهو ميديال للارتري. فاكر يا ابني الكيوبيتال الفصة كانت موجوده هنا يا دكتور اهي، الكيوبيتال الفصة كانت موجوده هنا يا دكتور اهي، ادي الكيوبيتال الفصة يا دكتور صح؟ مش دي كانت الكيوبيتال الفصة؟ كان يا دكتور النيرف بيخش ميديال للارتري البريكيال ارتري، ادي يا دكتور اهو. يبقى اصل الحكايه يا دكتور ان اللاترال كورد اهو يا دكتور، لاترال كورد وادي يا دكتور ميديال كورد، ادى ايه؟ ادى ميديال روت عدى قدام السيرد بارتو في الاكزيلري، واللاترال كورد ادى لاترال روت، الاثنين اتحدوا مع بعض في الناحيه اللاترال عشان يعملوا الميديا نيرف. يا دكتور الميديا نيرف نازل لاترال للسيرد بارت اوف الاكزيلري ولاترال للابر نص بتاع البريكيال ارتري. دكتور عند الليفل اوف انسرشن اوف كراكو براكياليس ايه اللي حصل؟ الميديا نيرف عمل كروسنج عدى قدام البريكيال ارتري فروم لاترال تو ميديال عشان يخش الكيوبيتال الفصه، وهو ميديال لمين؟ ميديال للارتري. تعال نطبق الكلام ده على الرسمه اللي هنذاكر منها النيرف. ادي يا دكتور الرسمه اللي هنذاكر منها النيرف اهي، ادي يا دكتور السيرد بارت اوف الاكزيلري، ده يا دكتور سيرد بارت اوف اكزيلري اهو،
ده سيرد بارت اوف اكزيلري، وبقيته ده البريكيال ارتري. اللي حصل يا دكتور النيرفا دكتور اللي اسمه ميديان نيرفا اهو نازل لاترال للسيرد بارت اوف الاكزيلري. بعد كده يا دكتور جه هنا دكتور في المنطقه دي كده في نص الفور ارم بالظبط، راح عامل يا دكتور مين، راح داخل معدي قدام الارتري عشان يخش يا دكتور الكيوبيتال فصه، وهو ايه، وهو ميديال للمين، للارتري، عشان يخش يا دكتور الكيوبيتال فصه وهو مين، وهو ميديال للارتري. ادي يا جماعه المين، الميديان نيرف بعد ما عمل كروسنج قدام المين، قدام البريكيال ارتري اهو، عمل كروسنج فروم لاترال تو ميديال. طب يا دكتور بعد كده، والله يا حبيبي بعد كده النيرف جه عشان يخش يا دكتور في الكيوبيتال فوسه. ايه اللي حصل يا دكتور؟ النيرف يا دكتور فاكر ترتيب الاستراكشر كانت موجوده في الكيوبيتال فوسه فروم ميديال تو لاترال. والله يا دكتور كان عندي ميديال نيرف، كان عندي يا دكتور بريكيال ارتري، كان عندي التندر اوف البايسبس. دي يا جماعه مين ده؟ دي يا دكتور مين دي التندر اوف البايسبس؟ دي يا دكتور البايسبس اهي، دي يا دكتور البايسبس تندون. طب يا ابني فاكر البايسبس تندون ده مش يا دكتور كان طالع منه ستاره؟ الستاره دي يا دكتور اسمها بايسبيتال ابانيروزس. يا دكتور الستاره دي هتعدي فوق النيرف اهي، ستاره يا دكتور اهي طالعه من التندون، كان اسمها دكتور بايسبيتال ابانيروزس اهي، عدت فوق الميديان مين، نيرف. يبقى دكتور البايسبيتال ابانيروزس كانت سوبرفيشال للمين، للميديان نيرف، سوبرفيشال للمين، للميديان نيرف. طيب بعد كده دكتور، والله بعد كده دكتور النيرف هيخش الفور ارم وهو ما بين التو هيد اوف البرونيتور تيليس. فاكر العضله اسمها ايه؟ برونيتور تيليس دكتور، كان ليها هيومرو النر هيد، كان ليها قصدي هيومرال هيد وكان ليها النر هيد يا دكتور. ادي يا ابني البرونيتور تيليس. بص يا دكتور النيرف هيعمل ايه؟ النيرف هيخش كده يا دكتور. ايه اللي حصل بقى يا دكتور؟ النيرف يا حبيبي دخل ديب للسوبرفيشال هيد ودخل سوبرفيشال للديب هيد. بص يا دكتور عدم التو هيد اهو يا دكتور، بص التو هيد اهم، ادي التو هيدز اوف البرونيتور تيريز يا دكتور، النيرف عدى كده اهم، ادي دكتور النيرف عدى كده، النيرف عدى من تحت الهيد دي وفوق الهيد دي، يعني النيرف دكتور ماشي سوبرفيشال للديب هيد. ادي دكتور النيرف عامل كده، ادي السوبرفيشال هيد اهي، وادي دكتور الديب هيد. النيرف دكتور عدى ما بين التو هيد اوف البرونيتور مين، اوف البرونيتور تيريز ماسل، عشان يخش يا دكتور منطقه المين، عشان يخش يا دكتور منطقه الفور ارم، عشان يخش يا دكتور الفور ارم. طيب دكتور الديب هيد دي يا دكتور، الديب هيد دي فاصله النيرف تحتها، النيرف فوقيها فاصلاه عن الالنر ارتري يا دكتور، مش البريك الارتري ده كان هي دكتور يتفرع هنا الالنر وريديال، يعني معنى كده دكتور ان الالنر ارتري معدي في الحته دي. ادي يا دكتور الالنر ارتري اهو بيكون معدي تحت الديب هيد. يبقى يا دكتور الديب هيد دي فصلت مين عن مين؟ يا دكتور الديب هيد دي فصلت ما بين النيرف فوقيها والالنر ارتري تحتيها. يبقى يا دكتور الديب هيد فصلت ما بين الالنر ارتري تحتيها والنيرف معدي فوقيها. يبقى يا دكتور مين ده؟ يبقى ده يا دكتور النر، النر ارتري، وده الميديا نيرف بتاعنا. مين دي يا دكتور؟ ده دي سوبرفيشال هيد اوف برونيتور تيريز، ودي يا دكتور الديب هيد اوف برونيتور تيريز. طيب بعد كده يا دكتور ايه اللي حصل؟ والله يا حبيبي بعد كده يا دكتور النيرف نزل عشان يخش يا دكتور في العضله اللي بعدها اللي كان اسمها ايه يا دكتور؟ اللي كان اسمها فليكسور ديجيتورم سوبرفيشاليس. اهو يا دكتور ادي النيرف اهو عدى من الفليكسور ديجيتورم سوبرفيشاليس. فاكر يا ابني الميديا النيرف كان ماشي ما بين مين؟ دكتور الميديا النيرف ده كان ماشي ما بين عضلتين، ماشي ما بين الاثنين ديجيتورم، البروفاندس كانت تحته والسوبرفيشاليس كانت فوقه، النيرف ماشي ما بين الاثنين، السوبرفيشاليس فوق والبروفاندس تحت يا دكتور. ادي يا ابني الفليكسور ديجيتورم سوبرفيشاليس اهي يا دكتور، الفليكسور فليكسور ديجيتورم سوبرفيشاليز، وادي يا دكتور فليكسور ديجيتورم بروفاندس. النيرف يا دكتور عدى ديب للسوبرفيشاليز، ويا دكتور راح نازل كده عشان يعدي سوبرفيشال، ما هو بص معدي فوق البروفاندس، انا خلي بالك انا قاطعه لك اهو لحد دكتور ما ينزل يوصل تحت المين للريست. ادي يا دكتور الالنر نيرف، طيب سوري الميديان نيرف يا جماعه، ادي دكتور الميديان نيرف. يبقى تاني يا جماعه كده الميديان نيرف طالع يا دكتور من اتحاد اللاترال روت اوف البريكيال بليكسس مع الميديال روت عشان يا دكتور يعملوا لي
النيرف بتاعنا اللي اسمه ميديا نيرف، اللي ماشي يا دكتور لاترال للسيرد بارت اوف الاكزيلري، وماشي يا دكتور في الارم، ماشي لاترال للابر هاف اوف البريكيال ارتري. جه يا دكتور عند الليفل اوف انسرشن اوف كراكو براكياليز، عمل كروسنج فروم لاترال تو ميديال عشان يبقى ميديال للبريكيال ارتري عشان يخش الكيوبيتال فوسه، وهو ميديال للارتري متغطي بالبايسيبيتال ابنورويزز، متغطي بالبايسيبيتال ابنورويزز. طب يا دكتور بعد كده دخل الفور ارم عن طريق التو هيد اوف البرونيتور كوتيليز مسل. ادي البرونيتور كوتيليز يا دكتور اهي، وادي دكتور النيرف معدي ما بين التو هيد، هيد فوق اهي وهيد تحت، ويا دكتور النيرف معدي ما بين التو هيدز زي الالنر، زي ما الالنر كان بيخش ما بين التو هيد اوف الفليكسور كارب اناليس، الميديان بيخش ما بين التو هيد اوف البرونيتور كوتيليز. طب يا دكتور لقيت ان الالنر، لقيت ان الديب هيد يا دكتور بتفصل النيرف فوقيها عن الالنر ارتري اللي معدي تحتيها، يعني يا دكتور الارتري تحت كده، وادي يا دكتور الديب هيد، وادي يا دكتور النيرف، يبقى يا دكتور دي الديب هيد، ادي النيرف فوقيها والارتري مين تحتيها. بعد كده يا دكتور الميديا النيرف دخل ديب للفليكسور ديجيتورم سوبرفيشاليز، لكن تحته الفليكسور ديجيتورم بروفانتس. انا قاطعها لك، خلي بالك انا المفروض الرسمه دي تبقى يعني العضلات دي يا دكتور تبقى مكمله كده، بس انا قاطع لك العضلات عشان ابين لك النيرف، فانا قطعت لك الفليكسور ديجيتورم سوبرفيشاليز اهي، وقطعت لك الفليكسور ديجيتورم بروفانتس اهي. طيب يبقى يا دكتور النيرف اهو مشي ديب للفليكسور ديجيتورم سوبرفيشاليز، بص انت مش شايف اهو عدى من تحت العضله اهو، انت ما انتش شايفه. بعد كده يا دكتور طلع سوبرفيشاليز للفليكسور ديجيتورم مين بروفاندس، ليه يا دكتور؟ عشان يوصل يا دكتور منطقه الريست. فاكر يا ابني في اللور اند بتاعت الفور ارم كان النيرف بيعمل ايه يا دكتور؟ والله يا دكتور في اللور اند بتاعت الفور ارم النيرف كان بيطلع من تحت الفليكسور ديجيتورم سوبرفيشاليز عشان يا دكتور يمشي ما بين المين، ما بين التندون بتاع السوبرفيشاليز وما بين التندون بتاع الفليكسور كاربي الرادياليز. قال يا دكتور التندون بتاع الرادياليز اهو، وادي دكتور الاربعه تندون بتوع الديجيتورن صور في الشالس. فاكر لما رسمت لك الرسمه اللي للفهم؟ ادي دكتور اهو، يبقى ده مين؟ يبقى ده دكتور التندون فليكسور ديجيتورم سوبر في الشالس، ودي يا دكتور فليكسور كاربي رادياليس. ادي يا دكتور النيرف طلع بعد في النص الاخير من الفرقان، راح طالع من تحت الفليكسور ديجيتورم سوبرفيشاليز عشان يمشي ما بينها وما بين الفليكسور كاربي رادياليز. يا دكتور السوبرفيشاليز كانت ميديال لي والرادياليز كانت لاترال لي. طيب بعد كده دكتور النيرف يا دكتور عدى ديب للفليكسور ريتيناكلم. فاكر دي مين؟ دي الفليكسور ريتيناكلم يا دكتور. ادي النيرف اهو يا دكتور، دكتور النيرف لقيته ان هو عدى ديب للفليكسور، عدى من تحت الريتيناكلم. يبقى يا دكتور مين دي؟ يبقى دي يا دكتور الفليكسور ريتيناكلم، يبقى دي يا دكتور فليكسور ريتيناكيولم. النيرف عدى ديب للفليكسور ريتيناكلم يا دكتور. ادي يا ابني الكورس بتاع الميديا النيرف. طب يا دكتور تعالى بقى كده نشوف برانشات الميديا النيرف. والله يا دكتور الميديا النيرف ده زي اخوه بالظبط الالنر. في ايه يا دكتور؟ انه في الارم والاكزيلا نو برانشز، يعني في الحته دي كده ملوش اي برانشات في الحته دي، لا في الارم ولا في الاكزيلا، ريح. طب يا دكتور في الفور ارم؟ والله يا دكتور حضرتك فاكر ومحفظني ان الميديا نيرف ده هو اللي كان مسؤول عن تغذيه العضلات بتاعه الانتيريور كومبارتمنت اوف الفور ارم كلها ما عدا عضلتين، ايه هما؟ فليكسور كاربي النارز و الميديا النص بتاع الفليكسور ديجيتورم بروفاندس، والميديا النص بتاع الفليكسور ديجيتورم مين بروفاندس. طب يا دكتور ادي يا دكتور الميديا النيرف اهو، بص يا دكتور ايه اللي حصل. والله يا دكتور الميديا النيرف راح مغذي يا دكتور برونيتور اهو، بص يا دكتور الميديا النيرف اهو في الفور ارم اهو راح مغذي برونيتور اهي، غذى البرونيتور تيرز. بعد كده يا دكتور الميديا النيرف يا دكتور راح مطلع في نص الفور ارم برانش اسمه ايه يا دكتور؟ برانش يا دكتور مشي تحت الفليكسور ديجيتورم سوبرفيشاليز. بعد كده دكتور مشي قدام الانتيريور انتر اوسياس ممبرين، فسميته دكتور انتيريور انتر اوسياس نيرف. يبقى دكتور مين ده؟ ده الانتيريور انتر اوسياس نيرف. ليه يا دكتور؟ بص لو عايز ارسم لك الرسمه بتاعته اهي، ادي يا دكتور الرسمه بتاعت الانتيريور انتر اوسياس مين نيرف. ادي يا دكتور عظمه الالنه اهي، ادي الالنه يا دكتور، وادي الريديوس فين يا دكتور؟ ادي اهو ده الانتر اوسس ممبرين. ايه اللي حصل يا دكتور؟ الميديا نيرف يا دكتور، الميديا نيرف كان جاي هنا كده صح، كان نازل هنا كده، بص يا دكتور في نص فرع عمل ايه؟ بص يا دكتور راح مطلع برانش كده،
مشي قدام الانتيريور انتر اوسس من بص اهو يا دكتور، مشي على الانتر اوسس ممبرين من قدام، سميته انتيريور انتر اوسس نيرف، سميته دكتور مين؟ انتيريور انتر اوسس نيرف. طب يا دكتور الانتيريور انتر اوسس نيرف دول ما ماشي ماشي ما بين عضلات ايه؟ يا ابني مش العضلات، مش العضله اللي كانت ماسكه هنا كده في الراديوس كان اسمها دكتور فليكسور ديجيتورم بروفاندس، ودكتور العضله اللي كانت هنا كان اسمها فليكسور بوليشيز لونجس. يبقى يا دكتور الانتيريور انتر اوسس نيرف اللي نزل لتحت ده اهو، اللي نزل ديب ده، اللي مشي قدام الانتر اوسس ممبرين اللي انا سميته دكتور انتيريور انتر اسس نيرف، ماشي ما بين كام عضله؟ ما بين عضلتين، فليكسور ديجيتورم بروفاندس اهي وفليكسور بوليشيز لونجس. يبقى يا دكتور بص الانتيريور انتر اسس نيرف يا دكتور اهو، ادي يا دكتور الانتيريور انتر اسس نيرف اللي ماشي قدام الانتر اسس ممبرين اهو، بص يا دكتور عدى ما بين عضلتين فليكسور ديجيتورم بروفاندس وفليكسور بوليشيز لونجس، وفليكسور بوليشيز لونجس ده يا دكتور عشان في الاخر يروح ينتهي في المين؟ في العضله المربعه اللي كانت موجوده تحت خالص اللي كان اسمها برونيتور كوادريتاس. طب يا دكتور الانتيريور انتر اسس نيرف ده يا دكتور هيغذي ايه بقى؟ بص غزه يا دكتور الفليكسور بوليشيز لونجس، وغزه يا دكتور اللاترال نص بتاع الفليكسور ديجيتورم بروفاندس لان الميديا النص كان متغذي بالالنر، وغزه يا دكتور برونيتور كوادريتاس. يبقى يا دكتور مين العضلات دي؟ يبقى يا دكتور العضلات دي عباره عن فليكسور بوليشيز لونجس برونيتور كوادريتاس. يبقى يا دكتور مين اللي غذى العضلات الديب بتاعت الفرانت اوف الفور ارم؟ يا ابني هو مش الفور ارم ده كان عباره عن سوبرفيشال وديب؟ يا دكتور السوبرفيشال الماسلز اللي هم كانوا مين؟ برونيتور تيليز، فليكسور كاربي رادياليز، فليكسور كاربي الناريز، بالماريز لونجاس، فليكسور ديجيتورم سوبرفيشاليز. دول يا دكتور اتغذوا بمين؟ اتغذوا بالميديان نيرف. طب يا دكتور مين اللي غذى العضلات الديب اللي هم اثنين كانوا فليكسور بوليشيز لونجاس وفليكسور ديجيتورم بروفاندس وبرونيتور كوادريتاس؟ مين اللي غذاهم؟ الصبي بتاع الميديا نيرف اللي اسمه انتيريور انتر اسس نيرف اهو يا دكتور. يبقى ده مين يا دكتور؟ يبقى ده انتيريور انتر اسس نيرف اللي هو برانش من مين؟ برانش من الميديا نيرف. طيب بعد كده يا دكتور يبقى انا قلنا الميديا نيرف يا دكتور غزه برونيتور تيريز، غزه فليكسور كاربي رادياليز. بص يا دكتور غزه هنا يا دكتور مين؟ فليكسور كاربي رادياليز اهو، غزه فليكسور كاربي رادياليز، غزه برونيتور تيريز، غزه يا دكتور العضله اللي معدي تحتها اللي اسمها فليكسور ديجيتورم سوبر فيشاليز. دكتور بص غزه دكتور اهو فليكسور ديجيتورم سوبر فيشاليز، غزه فليكسور ديجيتورم سوبر فيشاليز. بعد كده دكتور الانتيريور انتر اسس بتاعه اللي طلع في نص الفور ارم اللي مشي تحت الفليكسور ديجيتورم سوبر فيشاليز، وبعد كده عدى قدام الانتر اسس ممبرين ما بين العضلتين فليكسور ديجيتورم بروفاندس وفليكسور بوليشيز لونجس، فليكسور ديجيتورم بروفاندس وفليكسور بوليشيز لونجس. يا دكتور غزاهم هما الاثنين عشان ينتهي في الاخر في البرونيتور مين؟ كوادريتاس، وهو بيغذيها. طيب بعد كده دكتور ايه البرانشات الثانيه بتاعت الميديان نيرف؟ والله يا دكتور انا قلنا اول حاجه ان هو وهو في الفور ارم فوق طلع عليه ماسكولار برانشز للبرونيتور تيريز والفليكسور كاربي رادياليز وبالماريز لونجس، بعد كده دكتور طلع غزه فليكسور ديجيتورم سوبر فيشاليز، بعد كده دكتور طلع برانش اسمه انتيرو انتر اوسس مشي قدام الانتر اوسس ممبرين وما بين عضلتين فليكسور ديجيتورم بروفاندس وفليكسور بوليشيز لونجس. ادي دكتور البروفاندس اهي موجوده ميديال ليه والفليكسور بوليشيز لونجس موجوده لاترال لي، وراح مغذي العضلتين عشان ينتهي في البرونيتور كوادريتاس. طب يا دكتور طلع ايه تاني؟ طلع ارتيكولار برانش. يعني دكتور ارتيكولار برانش يعني يا دكتور برانش عشان يغذي مفاصل. ايه يا دكتور غذى مين؟ مش هو ابن معدي في منطقه القلب فغذى القلب، ويا دكتور معدي جنب السوبيريور راديو النر جوينت. ده يا دكتور شفت الجوينت ده يا ابني؟ شفت يا دكتور المفصل ده اهو، المفصل ده يا دكتور المفصل اللي ما بين الالنا وما بين الريدياس من فوق سميته سوبيريور راديو النر جوينت، ويا دكتور المفصل ده المفصل اللي ما بين الالنا والريدياس من تحت سميته انفيريور راديو النر جوينت. مين اللي غذى السوبيريور راديو النر جوينت؟ الميديا نيرف يا دكتور. طيب بعد كده يا دكتور انت قلت لي ان الميديا نيرف عدى ديب للفليكسور ريتناكلم، ديب تحت الفليكسور ريتناكلم يا دكتور عشان يخش منطقه الهام. بص بقى يا ابني والله يا دكتور قبل ما النيرف يخش الفليكسور ريتناكلم، بص ده فوق اباف الريست، فوق الريست يا دكتور ب 1 انش بسنتي واحد. ايه اللي حصل يا دكتور؟ الميديا نيرف يا دكتور اهو، الميديا نيرف يا دكتور قبل الميديا نيرف يا دكتور قبل الريست ب 1 انش راح مطلع برانش، البرانش ده يا دكتور مشي سوبرفيشال للريتناكلم. يبقى اصحى معايا كده، يبقى ده يا دكتور مين ده؟ ده بص ده ميديان نيرف. امال ده يا دكتور مين ده؟ اهو ده يا دكتور اسمه بالمر كوتينيوس برانش اوف ميديان نيرف.
دكتور ثواني، الميديان نيرف نفسه عدى تحت الفليكسور ريتيناكلم ديب ليها، لكن الصبي بتاعه اللي طلعه فوق الريست بوان انش ببوصه واحده اسمه بالمر كوتينياس برانش اوف ميديان نيرف، عدى فوق الريتيناكلم، عدى سوبرفيشال للريتيناكلم. طب يا دكتور البالمر كوتينياس برانش ده غذا ايه؟ تعالى كده نشوف البالمر كوتينياس ده غذا ايه يا دكتور. بص تعالى بس ننقل لك الجزئيه دي كده هنا عشان تبقى حضرتك بس ايه فاهمها كويس. ادي يا دكتور الميديان نيرف اهو، بص الميديان نيرف يا حبيبي جاي اهو، بص يا دكتور نقطهولك اهو ليه؟ عدى تحت الفليكسور ريتيناكلم. بعد كده يا دكتور قبل الفليكسور ريتيناكلم ب1 انش ببوصه راح مطلع الصاب بتاعه اللي عدى يا دكتور سوبرفيشال، بص عدى فوق الريتيناكلم اهو، سميته بالمر كوتينيوس برانش. امال ده يا دكتور مين ده؟ ده دكتور الميديان نيرف نفسه، ده الميديان نيرف نفسه. ايه اللي حصل بقى يا دكتور؟ بص البالمر كوتينيوس ده يا حبيبي غذا ايه؟ بص يا دكتور والله البالمر كوتينيوس ده غذا المنطقه دي، بص يا دكتور البالمر كوتينيوس يا دكتور غذا المنطقه دي. المنطقه دي يا حبيبي مين؟ والله يا دكتور ده دي عباره عن اللاترال تلتين السكن اوف اللاترال تلتين اوف البالمر سيرفيس اوف الهاند. والله يا دكتور ده السكن بتاع اللاترال تلتين اوف البالمر سيرفيس اوف الهاند. ادي يا دكتور اللاترال تلتين اهم دول كده يا دكتور تلتين اهو، غزة مين يا دكتور؟ السكن اوف اللاترال تلتين اوف البالمر سيرفيس اوف الهاند، ده السكن اوف اللاترال اهو، ده الريديوس الصنب اهو يا جماعه، الصنب كان موجود لاترال، فدكتور غزة اللاترال تلتين اوف السكن بتاع البالمر سيرفيس اوف الهاند، ده البالمر كوتينس برانش اللي عدى سوبرفيشال للريتيناكلم، اللي معدي فوق الريتيناكلم. طيب بعد كده دكتور ايه برانشات الميديان نيرف؟ والله يا دكتور بعد كده الميديان نيرف هيخش جوه الهاند صح؟ تعالى بقى نتفرج كده على الميديان نيرف دكتور جوه الهاند اهو يا دكتور. بص الميديان نيرف يا دكتور اهو، ادي يا دكتور الميديان نيرف اللي كان معدي تحت، بص نقطه لك اهو ليه؟ لان معدي تحت كان يا دكتور دخل الهاند. اول يا دكتور ما الميديان نيرف دخل الهاند راح مقسوم ليه لاترال ديفيجن والميديال ديفيجن اهو، لاترال ديفيجن وميديال ديفيجن. والله يا دكتور اللاترال ديفيجن ده ادى برانش اسمه ريكارنت، يعني ايه ريكارنت ماسكولار؟ يعني دكتور كلمه ريكارنت يعني لافف لورا اهو. بص اللاترال ديفيجن اهو يا دكتور اهو ادى برانش اهو يا دكتور لافف لورا. ليه يا دكتور لافف لورا؟ عشان يغذي عضلات بتاعت المنطقه دي. فاكر يا ابني مين المنطقه دي؟ فاكر مين المنطقه دي يا دكتور؟ فاكر المنطقه دي؟ ولا يا دكتور المنطقه دي كان الارتفاع اللي موجود تحت الصنب اللي سميته سينر ايمننس. يبقى دكتور ده ريكارنت برانش هيغذي السينر ايمننس اللي هم ثلاث عضلات يا دكتور، ابداكتور بوليشيز بريفيس فليكسور بوليشيز بريفيس وبونس بوليشيز. طب يا دكتور بعد كده والله يا دكتور زي ماده ريكارنت برانش عشان يغذي عضلات هيغذي سكن هيغذي جلد يا دكتور. بص هيتقسم يا دكتور لثلاثه ديجيتال برانشز، ادي واحد هيتقسم يا دكتور لثلاثه ديجيتال برانشز، واحد اتنين تلاتة. بص يا دكتور اول اتنين اهم غزوا الصنب، اول اتنين يا دكتور غزوا الصنب اهم، غزوا البوث سايدز الجنبين بتوع الصنب اهو، ادي صابع الابهام الجنب ده والجنب ده، اتغزوا منين؟ اتغزوا من اول تو ديجيتال برانشز، من اول اتنين ديجيتال برانش. طب دكتور التالت ده هيغذي، بص يا ابني التالت ده هيغذي ايه؟ بص يا دكتور والله التالت ده اهو هيغذي نص الاندكس اهو، غذى يا دكتور نص الصباع ده اللي هو نص الاندكس يا دكتور. طيب ادي اللاترال يا دكتور. طب يا دكتور الميديال هيعمل ايه؟ بص يا ابني الميديال ده عمل ايه؟ والله يا دكتور الميديال ده راح طالع كده، عمل ايه يا دكتور؟ يا ابني مش اللاترال ادى ماسكولار برانش اسمه ريكارنت غذى السينر ايمنس اللي هم ثلاث عضلات، وادى يا دكتور ثلاثه ديجيتال، اثنين منهم غزوا الصنب والاخير او الثالث غزى الاندكس. بص يا دكتور غزى الاندكس ومعاه اول عضل امبريكال. يا ابني مش الميديان نيرف في الهاند كان بيغذي السينر ايمنس والفيرست تول امبريكال اللي هم واحد واثنين، رقم واحد متغذيه باللاترال ديفيجن اهو، بص رقم واحد يا دكتور ادي الفيرست لومبريكال ايه متغذيه باللاترال ديفيجن. طب يا دكتور الميديال ديفيجن، بص الميديال ديفيجن ايه؟ الميديال ديفيجن ده دكتور هيغذي رقم اثنين اللومبريكال رقم اثنين. طب يا دكتور بعد كده ايه اللي هيحصل له؟ بعد كده يا حبيبي هيتقسم، هيتقسم لايه؟ تعالى بص اعمله لك بالاسود كده عشان تبان، او اعمله لك بالاحمر احسن. بعد كده دكتور بص هيتقسم، هيتقسم لكام فرع يا دكتور؟ ليه فرعين، ادي واحد اهو يا دكتور
وادي التاني اهو يا دكتور. ايه اللي حصل بقى تاني يا دكتور؟ واحده واحده. والله يا دكتور الميديال نيرف يا ابني جوه الهاند اتقسم يا دكتور لاتنين ديفيجن، لاترال ديفيجن اهو وميديال ديفيجن اهو. اللاترال ديفيجن يا دكتور ادى غزه عضلات وغزه سكن، والميديال غزه عضلات وغزه سكن. تعالى نشوف العضلات والسكن بتاع اللاترال. اللاترال يا دكتور ادى عضلات مين؟ ادى ريكارنت برانش، يعني لف راجع لورا، بص راجع لورا اهو، داخل لورا اهو. ليه يا دكتور؟ عشان يغذي ستينر امينس اللي هم الثلاث عضلات اللي هم الابداكتور بوليشز والفليكسور بوليشز والاوبونس بوليشز. طب يا دكتور غزه مين تاني في العضلات؟ غزه الفيرست لومبريكال. ادي يا دكتور الريكارنت، ادي يا دكتور اللاترال ديفيجن، ده اللي غزاه، غزه عضلات سينر امينس والفيرست لومبريكال. طب يا دكتور غزه سكن عن طريق ايه؟ عن طريق ثلاثه ديجيتال برانش، ثلاث برانشاتهم، واحد اثنين ثلاثه. بص يا دكتور رقم واحد واثنين غزوا الصنب كله، غزوا الصباع ده كله هم. الثالث يا دكتور غزه نص الاندكس. كده اللاترال ديفيجن خلص. الميديال ديفيجن يا دكتور غزه ايه؟ غزه عضلات وغزه سكن. مين العضلات؟ ما فضلش عندي غير عضله واحده بس اسمها سكند لومبريكال غزاها. بعد كده يا دكتور راح مقسوم لاثنين ديجيتال برانش، واحد اهو وواحد اهو. الاول ده يا دكتور غزه ايه؟ غزه نص الاندكس ونص الرينج فينجر، سوري نص الاندكس ونص الميدل فينجر اهو. ده الصباع اسمه ده اسمه ميدل فينجر، يعني الصباع اللي في النص. غزه نص الاندكس اهو ونص المين الميدل فينجر. طب يا دكتور الفرع الثاني من البالمر ديجيتال غزه ايه؟ غزه نص الميدل فينجر اللي باقي ونص الرينج فينجر. طب يا دكتور معلش اهم بص يا دكتور سيبك كلام الكلام ده كله، سيبك من العك ده كله، انا ايه غزه نص وغزه واحد وبتاع. بص اللي عايزك تحفظه ايه هو؟ اللاترال ديفيجن يا دكتور. بص نكتبها فين اهي، اللاترال ديفيجن، اللاترال ديفيجن غزه يا دكتور. بص غزه سينر امينينس غزه فيرست لومبريكال وغزه يا دكتور لاترال واحد ونص فينجر. فين يا دكتور واحد ونص؟ ادي صباع كامل اهو ونص الاندكس، يبقى لاترال واحد ونص، ودول اكتر 70 موجودين ناحيه اللاترال اهم. يبقى يا دكتور غزه الابهام كله وغزه نص الاندكس اهو. بص نص الاندكس اهو الازرق اهو والابهام كله والصنب كله، يبقى غزه اللاترال واحد ونص فينجر. طب يا دكتور تعالى كده نشوف الميديال غزه ايه؟ بص هنا الميديال ديفيجن غزه ايه؟ اهو يا دكتور ميديال ديفيجن غزه يا دكتور ما غزاش غير عضله واحده اللي هي السكند لومبريكال، اصلا الميديا نيرف ما كانش بيغذي غيرهم سكند لومبريكال. بص غزه ايه؟ غزه يا دكتور نص الاندكس وغزه الميدل فينجر كله، الميدل فينجر كله. بص يا دكتور وغزه نص الرينج فينجر. تعال كده نجمعهم. بص يا دكتور ادي نص ونص يبقى واحد، ومعايا واحد كامل يبقى اتنين. يبقى دكتور ده غزه الميديال، سوري بلاش الميديال بقى، غزه تو فينجرز 70 كاملين. طب يا دكتور مش انا قلت لك يا ابني ان الميديال نيرف مسؤول عن تغذيه اللاترال 3 ونص فينجر كلهم؟ اه يا دكتور انت قلت لي ان الميديال نيرف بيغذي اللاترال 3 ونص فينجر كلهم، اللاترال 3 ونص فينجر كلهم يا دكتور. طب يا دكتور ادي واحد ونص وادي اتنين، واحد ونص زائد اتنين يبقوا تلاتة ونص، بس تلاتة ونص دول متوزعين، اللاترال خد شوية والميديال خد شوية. يبقى انت فهمت مين اللي عمل الميديال ومين اللي عمل اللاترال وايه الميديال نيرف دكتور بيغذي ايه بالظبط. ادي يا دكتور الميديان نيرف كامل، مش ناقصه اي حاجة. كده خلصنا يا جماعة مين الميديان نيرف. تعال بقى يا دكتور نشوف الريديال نيرف، نمسح ونحط الريديال نيرف.